وعليه أكثر من 5 مليون متابع، وكل ذلك في 10 أيام. يا أهلا. أولا وقبل كل شيء، رغم أنها جاءت متأخرة، مبروك علينا 900,000 صديق، أو لنقل الآن 930,000 صديق. قبل 3 أيام كنت أتجول في الإنستغرام كالعادة، وطبعا كما تعرفون أنا أستعمل الإنستغرام أكثر من أي حساب آخر. بالمناسبة ها هو حسابي، لا تنسوا تعملوا لي فولو. المهم أني بدأت ألاحظ شيء غريب، بدأت ألاحظ بأن هناك صورة لبيضة دجاجة تخرج في وجهي كلما فتحت الإنستغرام، وزادت دهشتي عندما دخلت إلى الفيسبوك ووجدت بأن هناك مقالات مكتوبة عن هذا الموضوع. لا أعتقد أني لوحدي من حصل معي هذا الأمر، أنتم أيضا حصل معكم ذلك. حسنا، بعد أن دخلت إلى جوجل لأبحث عن ما الذي يحصل بالتحديد مع هذه البيضة، أنا الآن سأعطيكم الإجابة. كايلي جينر هي رائدة أعمال شابة، هي نجمة لبرنامج شهير جدا اسمه Keeping Up With The Kardashians، وهي أيضا مؤسسة مجموعة كايلي لمستحضرة التجميل. في يوليو الماضي تم تصنيف كايلي كأغنى الشخصيات على الإنستغرام، حيث أنها تأخذ على كل صورة دعائية واحدة في الإنستغرام $1,000,000، في حين احتل اللاعب البريطاني ديفيد بيكهام المرتبة الثانية بمبلغ $300,000 على كل منشور في الإنستغرام، منشور دعائي. كايلي كانت قد نشرت صورة لها ولابنتها على الإنستغرام، هذه الصورة حازت على أكبر عدد ممكن من اللايكات في تاريخ الإنستغرام بكامله، 18 مليون لايك. لكن قبل أسبوع حدث هذا الأمر العجيب، تم هزيمة كايلي وإزاحتها من عرش الإنستغرام، والفائز هو مهلا لحظة. سأعرض لكم الفائز الآن. بيضة دجاجة أهزمت كايلي جينر. هذه البيضة عادية جدا، بيضة دجاجة عادية جدا جدا، لا يوجد فيها أي شيء مميز. تم نشر صورة هذه البيضة في 4 يناير، أي قبل 10 أيام من الآن، والهدف من نشر هذه الصورة لهذه البيضة كان هدف واحد فقط، هو هزيمة كايلي. الحساب الذي نشر هذه الصورة اسمه World Record Egg، نشر صورة هذه البيضة وكتب عليها تعليق: لنكسر الرقم القياسي معا ونحقق لقب أكثر الصور إعجابا على الإنستغرام، لنكسر بذلك الرقم القياسي الذي تحمله كايلي جينر ب 18 مليون لايك. صورة هذه البيضة هي أصبحت حديث الصحافة العالمية وحتى حديث مواقع التواصل الاجتماعي. تخيل معي صورة بيضة تافهة جدا صنعت كل هذا الجدل وحركت الصحافة العالمية وصنعت الخبر. صورة هذه البيضة تم نشرها على حساب في الإنستغرام، وصاحب ذلك الحساب علق على هذا الإنجاز الغريب وقال: يا له من أمر جنوني، يا له من عصر غريب نعيش فيه. فعلا هو عصر غريب أكثر مما تتوقع، غريب جدا وحتى أغرب من أن يفهم، على الرغم من شدة سخافة الأمر إلا أنه فعلا حقيقي. الآن صورة هذه البيضة العادية جدا والتافهة عليها أكثر من 41 مليون لايك على الإنستغرام، لتكون بذلك أكثر صورة حازت على عدد إعجابات في تاريخ الإنستغرام بكامله. هذا العدد من اللايكات لم يصل إليه أي منشور من قبل في الإنستغرام، حتى أنك الآن في هذه اللحظة وبينما أنت تشاهد هذا الفيديو، ادخل على جوجل واكتب The most liked post on Instagram، أو أكثر منشور إعجابا على الإنستغرام، ستصعد لك القائمة وأول شيء هو البيضة. وما زال عدد الإعجابات بهذه البيضة يرتفع كل يوم. وبالمناسبة هذا الحساب الذي نشر هذه الصورة في الإنستغرام لا يوجد فيه أي شيء سوى هذه الصورة، وعليه أكثر من 5 مليون متابع، وكل ذلك في 10 أيام. حسناً، ما هو الهدف من تصويري لهذا الفيديو وتعليقي على هذا الأمر؟ الأمر تافه لدرجة لا تصدق، لهذا السبب أحببت أن أعلق عليه. الآن كلما تمر السنين، وسائل التواصل الاجتماعي تزداد قوة وسيطرة، والعالم الذي كنا نسميه العالم الافتراضي لم يعد افتراضيا أبدا. إذا جلست وفكرت في الأمر ستجد فعلا بأنه مخيف. كيف يمكن لبيضة عادية أن تصنع الخبر في الصحافة العالمية؟ لا شيء مميز في هذه البيضة. فما أدراك بالأخبار الأخرى المهمة، الأخبار الزائفة الكاذبة والإشاعات. الآن كل ما نسميهم بالتافهين حول العالم
أصبحت لهم قوة في إيصال صوتهم. حتى أنت شخصيا الآن لو لم تكن تريد أن ترى أي شيء تافه، الآن بصراحة أصبحت مرغما على أن تشاهده، اللهم إذا عزلت نفسك عن العالم. وأعتقد أن هذا هو الجواب عن السؤال الذي يتم طرحه دائما، لماذا دائما المحتوى التافه هو الأقوى والأسرع انتشاراً؟